انجز. شكرا. هاي من انجز تشوفون هاي البون مال السكال ما تمام. شوفوا هاي اللي تحته ايه هذه، هاي الاندوستيال من انجز تكون فيوس مع السكال. هذه اللي بي جوا ايه هذه، هذه اي طبقه دراماتر جوراماترز بس منينجيال اللي تعمل الفولد بين الاجزاء المختلفه مال البرين. هذه اللي مثل الفالكس شيب هي الفالكس سيربي مثل المنجل سيكل شيب سميها الفالكس منينجي. تشوفوها هاي الديورة يعني تبين مثل الجلد زين. عندنا من خلف هذا الجزء سيريبرام تمام، اللي تحته سيريبيلا مشولي. هذا السيريبيلا هيمسفير هاي وان هيمس يعني وان هيمس ليفت زين. هذه ايش هي هذه لونجيتيدينال فيشر؟ لا لا هاي اللي طلف انت عاد تشوف فيشر، ماكو فيشر بس اكو مثل الجلد هيغلف. لا هاي كلكم توهمتم بيها تينتوريال، هاي ما تينتوريال، هاي ديورا ماتر. ديورا ماتر تغلف البرين بس احنا اللي انشلنا السكالفا بينت هاكب. هاي البوستيرير ديورا ماتر زين. هاي يعني المننجير والاندوستير سوا، هاي تكملة يعني هي التو لاير. هاي المفروض تكون تحت السكال، هوني راح تكون فيوس مع السكال. هذه ايه هوني احنا قلنا الفولد بين الاجزاء، بين اجزاء البرين اللي تتحرك. فهذا السيريبروم، هذا السيريبروم السيريبيلا. ايه هاي اللي فوق تكون الروف، هاي التنتوريوم سيريبيلا زين. ايه هوني بين التو سيريبيلا هيمسفير الفالكس سيريبيلا. شوفوا هذه الميدولا اوبلينجاتا راح تمتد على طول الفورامين ماجنم، هذه مقصوصه مفتوحه يطلع عندنا هذا التركيب او هذا الحبل اللي هو السباينال كورد. شوفوا السباينال كورد هون نوت سيجمنتد، يعني ما مثل الفيرتيبرا. انا ما اعرف هاي السيجمنت سيرفايكال ثوراسيك ما مقسم، يعني هو يجي كجزء واحد جزء واحد فتشوفونه مثل حبل زين. لكن هو بالحقيقه لانه يعني النيرف السباينال نيرف تطلع من الصفحتين، فكل كل سيجمنت يطلع منه سباينال نيرف من نسميها سيجمنت، فهكذا يكون سيجمنتد. لاحظوا هذه هاي الفيرتيبرال كوليومن هذا البون، هذه اللي ايه هذا تشوفوها مثل الجلد. هاي المننجيال لاير، هوني ما عندي اندوستيال لان يعني اندوستيال انتهت بالفورامين ماجنم. اللي نزلت لي جوا هي الاندوستيال المننجيال لاير مال الجورا ماترز زين. اذا افتحها شويه شوفوا ايه هوني بين وبين السباينال كورد اكو هذه تشوفوها مثل الشعيرات. هذه تذكرون قلنا من البايوماترز تطلع امتدادات على طول السباينال كورد تربط السباينال كورد بالديورة اللي سميناها دنتيكيوليت ليجامنت. فهذه الدنتيكيوليت ليجامنت زين، هذه وحده من الارتباطات زين. هذا السباينال كورد هذه شوفوا هاي الريبس وهاي تي 12 اللي تحت اللمبر، معناته السباينال كورد وين راح ينتهي؟ تحت هاي الفيرتيبرا تمام. اللي بقيه اللي راح ينزل لي جوا تشوفون ما حبل وانما سباينال نيرف، تشوفون مثل تنزل مثل ذين الحصان. هذه السباينال نيرف من كل السيجمنت اللي فوق تنزل لي جوا حتى تطلع من الفيرتيبرا المقابله لها، فتطلع على هذا الشكل زين. نجي ناخذ البايوماترز، البايوماترز قلنا ملصوقة على السطح، تنتهي بنهاية السباينال كورد يعني تنتهي عند ال L2؟ لا، راح تستمر مثل الحبل بين هذه الشعيرات وتنزل إلى هون. تشوفون هذا إيه هذا؟ الذهبي اللي ملصوق على الكوكسكس على آخر فقرة، هذه هو الامتداد مال البايوماترز اللي نسميها فايلم تيرميناليس. هذه الفايلم تيرمينالس مع هذه الشعيرات او هذه النيرف اللي موجوده كلها اسميها كودك واينه. الديورا ماتر شوفوا هذا الديورا ماتر تمام، ما انتهى هوني يعني ما انتهى بالسباينال كورد عينزل تمام.
ينزل الى وين؟ ما راح ينزل الى نهايه الفيرتبرال كوليومن، لا راح ينزل الى منطقه الساكرم الى الاس 2 وينتهي، يصير مثل الجيب او هاي اللي الفراغ اللي صار بين بين نهايه السباينال كورد وبين الانسداد مال الديورا ماتر، نسميه له ديورال سبيس او الفيف فنتريكل. فاذا الفيف فنتريكل دخل علينا مفتوح، ايش بينه؟ بينه اول شيء الكوداكواينا اللي هي السباينال نيرف مع الفايلم تيرميناليس، وهذا كله راح يكون بينه السي اس اف، لانه هذه الديورا مع الاركنويد تنزل الى حد يعني الى الاس 2. واضحه؟ تمام. زين بقى عندنا هون هذا، هذا انت من المفروض تقولوا لي اشنو؟ فيرتبرال ارتري. فقط الفيرتبرال ارتري ممكن انا اشوفه عندنا انترنال كاروتيد، المفروض هاي الكمان كاروتيد، هاي الانقسام، هاي الاكسترنال وهاي الانترنال، ما اشوف انا التكمله لان راح يفوت داخل الكاروتيد كنال. فاذا هذا هذه الانترنال كاروتيد وهذا الفيرتبرال ارتري.